ازاي نعيش الفترة اللي جاية في ظل ارتفاع الأسعار، او ازاي نعيش الفترة اللي جاية عموما؟ مش مطلوب تعيشه بس يلا اقعد في حاجة اقعد في حاجة. وشفنا السيد رئيس الوزراء الدكتور مدبولي هو بيتكلم عن اسباب الزيادات، وده شيء جيد ان هو شرح للناس احنا ليه زودنا الاسعار. ولا بتفهموا ولا بتحسوا ولا بتتنقلوا على عينيكم في اي حاجه عن زياده الاسعار. يا جماعه المساله كده بقى صعبه جدا، لازم تفكروا حل في الموضوع ده. انه الموضوع مطول شويه. ونص 25 هيفضل في مشكلة على ما نبتدي نتعافى. اللطمة على الخيبة والوافة ابتدي. الموضوع الدولار، انت مالك فيه؟ موضوع الدولار وده ليه تأثير كبير جدا على الأسعار في مصر. لا انت ضايقتني هنا بصراحة. ما يكون فاتورتي من الدولار تزيد، لازم ده يبقى عبء على الاقتصاد. انت كده بتصدر اشارات لمخك، مخك مش قادر يرجعها لجسمك تاني. احنا عايزين نجيب حاجات اساسية، مش بس الاكل والشرب. هي مقطع مقطع كذب والبراس علينا، ما احنا عارفين كل الحكايات. الوزراء النهاردة اعلن انه هيتم رفع رغيف العيش المدعم الى 20 قرش. قدم الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. عن الدولار الامريكي اتحدث. وما حدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. اوريدي ملاحظين انه الدولار سعر الصرف الدولار مرتفع. يعملوا كام مصري؟ ده اللي 7 جنيه و40 قرش. شيله والله شيله. تقيله عليك الشيله؟ ما تشيلش. انا ضغط لان ما عندناش سبيل تاني. تقيله عليك يا دكتور مرسي الشيله؟ ما تشيلش. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. كان عشمان بكره هيلاقي الجنيه ب30. لو حليت ازمه الدولار فيك يا مصر ولا يهمني اي حاجه تاني. الدولار ب30 مش هيبقى ب30. عرفتوا بقى ليه انا مش بكرر جمله مش قد الشيله ما تشيلهاش؟ مقلب مقلب. اوه وازمه سعر الدولار يجي يقول لك فين ايام الدولار ايام مرسي؟ فين ايامك؟ فين ضحكة عيونك؟ الناس اللي بتفكر تخزن دولار 100% هتخسر. بالعكس ده انا بدهبزه ودهرزه عشان يبرعش ويحنكش. لازم ناخد يعني هبرة ويبقى اخر طعطعة. نخلي بالكم لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر، ده مش مجرد ملط، سوبر ملط لو سمحت، ده فلتر طويل، ولا يهمني أي حاجة تاني. قد الشيلة وأكتر. ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل. يعني شوية إشاعات مطلعين على نفسكم وبالكذب. بس انتوا مش حاسين بده. احنا ولاد كلب، احنا بندقس زعماء وبنعدل عليهم. انا بقولك الدولار هيفضل ينزل. خدت لي بالك انت؟ النهارده وصل 60 او 59، يمكن تجاوز النهارده 59. كلمه 20 جنيه مش هتحصل، ومش واليوتيوب لا ينسى. فهمت انت؟ احنا اتنين بس. ده تيشرت تمام. انا عايز اي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي اعمل ايه وانا اعمل. هيتقتل بالخطه اللي انا قلت عليها. او هو يجي يعني. انا مش مستحمله يا سيسي واللي فينا مكفينا. الحاجه غاليه عليك وبتغلى. انا اللي غلطان يا سيسي من الاول اني وافقت عليه. طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس. يا راجل من غير حلفان ما باين على وجهك. مش هاكل الدنيا ملطشه معايا يا برين. 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس. يلا يا راجل بلا كذب بقى في وشك، ده كذاب كذب الابن. وانا من اسره غنيه جدا. يا انا وسخه. انت مش محتاج فلوس، انت محتاج تزيط يا دود. دي انفيتيشن لحفله شتراوس الجنزبيل. شتراوس الجنزبيل.